نحن نأمل أن تكونوا في يوم ما من الصحفيين الواعدين زملاء للمهنة، وأن تتركوا بصمة حقيقية في عالم الإعلام. هذا العالم، حتى ندخل مباشرة في القصة، هذا العالم بدأ يتغير، ولعلها فرصة تاريخية وفارقة واستثنائية اليوم في ظل ما يحدث في غزة، أن العالم بمجمله بدأ يتغير. الصحفي يجب أن يغادر مربع الوظيفة إذا أراد أن يبدأ وأن يكون فعلاً مثقفاً واعياً منتمياً إلى القضايا العامة وقضايا الناس. يجب أن يغادر قناعة الوظيفة إذا ارتبط بكونه صحفياً موظفاً. لن ينتج، أنا أعدكم من الآن، لن ينتج ولن يترك البصمة التي يتمناها. أنا أعتقد أخطر ما يواجه المحتلين والمجرمين والجناة هو أن تكون صحفياً ملهماً للزملاء وللناس قاطباً. هذه هي الخطورة، ولذلك ربما إسرائيل حاولت بكل ما تمتلك من قوة وحقد وعنف أن تشطب هذا النموذج، أن تقضي على هذا النموذج حتى لا يعمم. حقيقة حد ما ينجم ينكر الحجم بتاع وائل دحدوح كصحفي، كمناضل، كمقاوم فلسطيني. زيارته اليوم عندها رمزية تمس وتزيد تقيم أكثر معهد صحافة وتحطه أون فالور. كيف زاد في كلمته وائل دحدوح أقر بأنه اللي عمله مخيم شيرين أبو عاقلة هو شاكلة من أشكال النضال وشاكلة من أشكال المقاومة في إطار الحراك الطلابي. مخيم شيرين أبو عاقلة أول ما بدأ الحراك بدأ باعتباره نصرة للحركة الطلابي في العالم، أولا نصرة للقضية الفلسطينية دائما وأبدا، والقطع الشراكات مع جميع المنظمات وجميع المؤسسات المتصهينة. نجحنا في هذا، وإنما مخيم شيرين أبو عاقلة كان وما زال مستمر، سيرفع الاعتصام، هذا صحيح، سيرفع مخيم شيرين أبو عاقلة لهذه السنة، وإنما مخيم شيرين أبو عاقلة بشي واصل يكون موجود في الشارع باعتبار الحركة الطلابي وباعتبار الحركة الطلابي جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبي.